وللمزيد عن القمة العربية والتوقعات من انعقادها وما قد ينتج عنها، معنا عبر سكايب من اسطنبول الأستاذ وعضو الأمانة العامة الأستاذ بشار شلبي في المؤتمر الشعبي الفلسطيني. أهلا ومرحبا بك أستاذ بشار. أهلا بك، حياك الله. أستاذ بشار، تنعقد اليوم القمة العربية في دورتها 33 في عاصمة البحرين المنامة، في ظل ظروف استثنائية وهي في ذروتها أو دورتها العادية، ما المتوقع اليوم من هذه القمة؟ تحياتي لك وللمشاهدين الأعزاء، وتمنياتنا لكل جهد عربي أن يحقق آمال وطموحات الشعوب العربية وأن يحقق الأمن والاستقرار لمنطقتنا بعيدا عن أي شكل من أشكال الهيمنة والسيطرة الغربية والأجنبية وأي شكل من أشكال الاحتلال والاعتداء والعدوان وأي شكل من أشكال إهانة الإنسان والتعدي على حقوقه وكرامته. تأتي هذه القمة، أولا هي قمة عادية وهذا شيء طبيعي، لكن لابد أن نشير إلى أمرين. الأمر الأول أن الوضع العام في المنطقة في الإقليم مع وجود هذه الحرب المستمرة منذ 8 أشهر، حرب الإبادة الجماعية والتي وقف العالم بشعوبه الحرة وبمؤسساته التي تمردت على السيطرة الغربية وخاصة محكمة العدل الدولية التي جلبت الكيان الصهيوني إلى قفص الاتهام، يقف هذا العالم موقفا يرفض استمرار الحرب والعدوان عليها. ومن باب أولى أن تكون المنطقة العربية والقمة العربية أن تأتي في سياق غير اعتيادي وإنما في سياق طارئ خلال 8 شهور الماضية. أما الأمر الثاني فإنه شهدت الرياض منذ شهر 11 الماضي، أي بعد شهر من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، شهدت قمة عربية إسلامية استثنائية جاءت للتعامل مع حالة الحرب التي شنها العدو الصهيوني على قطاع غزة، بل وشنها على الشعب الفلسطيني استمرارا للجرائم المستمرة منذ 75 أو 76 عاما ضد الشعب الفلسطيني. اليوم نحن نعيش الذكرى 77 للنكبة الفلسطينية التي تم بالكلام عن فلسطين وعن النكبة الفلسطينية وعن ما يحصل اليوم في قطاع غزة أيضا من حرب جائرة ومجزرة بحق البشرية، في حق إخواننا الفلسطينيين بالقطاع، يعني ما هو المطلوب من هذه القمة، قمة المنامة، من أجل القضية الفلسطينية ومن أجل تقليل حجم أو توقيف الجرائم الإسرائيلية؟ يعني الأمر الواضح أن المطلوب من هذه القمة ومن غيرها ما وصلت إليه القمة السابقة، ماذا أنجز منه قبل أن نتحدث عن المطلوب من القمة الحالية. نعم. بكل أسف القمة الماضية في الرياض اللي كانت في شهر 11/2023 ركزت على مجموعة من القضايا وكانت مهمة، بالدرجة الأولى وقف إطلاق النار أو وقف الحرب، وبالدرجة الثانية استمرار تدفق المساعدات عبر كل المعابر إلى أهلنا في قطاع غزة. هذان الأمران لم يتحقق منهما أي شيء، لا بل زادت المجازر وزادت حالة الموت جوعا في قطاع غزة، زادت حالة الاستهداف للمستشفيات ولمراكز الإيواء. نحن نتحدث عن حالة إجرامية يقودها الكيان الصهيوني بدعم أمريكي، تتطلب، وهنا الإجابة على سؤال حضرتك، تتطلب موقفا عربيا بالدرجة الأولى ورسميا يتضمن الضغط على الإدارة الأمريكية، لأن الإدارة الأمريكية هي التي تملك مفاتيح إجبار الكيان الصهيوني، وليس النفاق والادعاء بأن الإدارة الأمريكية يعني تبذل جهدها، لا، الإدارة الأمريكية تملك مفاتيح حقيقية لإجبار هذه الحكومة المجرمة وهذا الاحتلال الغاشم لإجباره على وقف جرائمه، وليس تغطيته وليس استخدام حق النقض الفيتو. المجموعة العربية أو الدول العربية وخاصة من خلال هذه القمة تمتلك وسائل للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بشتى الطرق، وتمتلك أيضا وسائل للضغط على الكيان الصهيوني. هناك مجموعة من الدول العربية، وللأسف أقول أنها مجموعة كبيرة، لديها اتفاقات وعلاقات، سواء كانت اتفاقات مبرمة مثل اتفاقية وادي عربة أو اتفاقية كامب ديفيد، أو علاقات مبرمة وواضحة مع الكيان الصهيوني مثل العلاقات مع الإمارات العربية والعلاقات مع نفس المنامة التي يعقد فيها
مؤتمر القمة. هذه الدول التي تملك اتفاقات أو علاقات بإمكانها أن تضغط بكل قوة وأن توقف مثل هذه العلاقات أو الاتفاقيات حتى إجبار الكيان الصهيوني. بذكر القمة، قمة الرياض التي حدثت في تشرين الثاني من عام 2023 الماضي، قبل البيان الختامي كان هنالك خلاف كبير بين الدول المنعقدة في الرياض في قمة الرياض الأخيرة. يا ترى ما سبب قصور هذه القمم عن مواجهة ما يحصل وما تتعرض له الأمة العربية من تحديات في فلسطين وغيرها أيضا؟ السبب الرئيسي هو غياب مفهوم الأمن القومي العربي على الإطلاق، وتحوله إلى قضايا مصلحية ضيقة يغيب عنها مفهوم الأمن القومي العربي، ويغيب عنها مفهوم الأمة العربية، ويغيب عنها مفهوم الشعوب العربية الواحدة أو المتناغمة والمنسجمة، والقبول بتدخلات خارجية وأجنبية لا يمكن أن تبحث عن مصلحة الأمة العربية. اليوم هناك مجموعة من الأسئلة مطروحة يجب أن تجيب عليها هذه القمة العربية وتتجاوز أي خلافات سابقة، ولنتحدث عن المستقبل، لا نريد أن نفتح صفحات الماضي لمجرد النقد ولمجرد يعني بين قوسين اللطم. نحن نريد للأمة العربية وللشعوب العربية أن تتقدم إلى الأمام بخطى واثقة. المطلوب الأول اليوم هو أن تعرب القمة العربية عن تأييدها لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وأن ترفض القمة العربية وصف حماس أو غير حماس ممن يقاوم الكيان الصهيوني، أن ترفض وصفه بالإرهاب، لأن من يقاتل من أجل تحرير الأرض ومن أجل تحرير الشعب ومن أجل إقامة دولة المستقلة في كل الأعراف لا يمكن اعتباره إرهابيا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن تتخذ مواقف كما قلنا مرتبطة بوقف إطلاق النار الفوري. ثالثا أن تتخذ مواقف حقيقية، عنوانها الرئيسي فتح معبر رفح اللي هو معبر عربي، لأنه بين أكبر دولة عربية اللي هي جمهورية مصر العربية وبين القطاع الفلسطيني، قطاع غزة الفلسطيني. فلابد أن تتدفق المساعدات بما يحقق الحد الأدنى من حماية الشعب الفلسطيني من الجوع ومن التحكم لعصابات المستوطنين التي تتعرض للشاحنات وتتلفها قبل دخولها إلى قطاع غزة من خلال معابر الصهيوني. أنتم ذكرتم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المسيطر على الأمر اليوم، وهنالك يجب أن يكون ضغط من أجل إيقاف آلة القتل العسكرية الإسرائيلية. السؤال الأهم، ماذا يملكون العرب أو ما الذي متاح لديهم اليوم سوى أن يعقدوا مثل هكذا قمم ما دامت القوى الكبرى هي من تتحكم في العالم وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط؟ أنا أشرت أنه هناك ضغوط يمكن أن تمارسها الدول العربية بصورة مباشرة، ولاحظ إحنا بنتحدث عن ضغوط في بعدها وعمقها دبلوماسي وسياسي، يعني لم نتحدث عن تدخلات عملية في موضوع الحرب، وإن كان هذا من حق المنظومة العربية والدول العربية على الأقل أن تلوح به. لا يمكن ترك الشعب الفلسطيني يذبح في كل لحظة خلال أكثر من 220 يوم ولا نتحدث ولا يتم الحديث حتى عن الإجراءات السياسية والدبلوماسية، ومع ذلك نحن نتحدث عن إجراءات سياسية ودبلوماسية بإمكان الدول العربية أن تلوح بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، بإلغاء المعاهدات مع الكيان الصهيوني، بوقف كل أشكال التجارة مع الكيان الصهيوني. بإمكان الدول العربية أن تتيح المجال للشعوب العربية أن تعبر تعبيرا حقيقيا عن موقفها، لا أن تلاحق الذين يؤيدون المقاومة ويؤيدون الشعب الفلسطيني والذين ينددون بالهجوم والجرائم الوحشية والحروب والحرب التي تشن ضد قطاع غزة. ثلاث، ما زلت أؤكد أن الدول العربية بإمكانها أن تضغط على أمريكا وأن توجه لأمريكا خطابا واضحا وصريحا يفرض على أمريكا أن تبحث عن مصالحها وأن تنسجم إلى حد ما مع ادعاءاتها بحقوق الإنسان و حريات الإنسان وغيرها. تتكلمون عن ضغوط مباشرة وغير مباشرة، يعني السؤال الأهم، هل فعلا بإمكان الدول العربية أن تفعل هذا الأمر؟ هل بإمكانها أن تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها ونحن نعيش في حالة ضعف متناهية خصوصا في عالمنا العربي؟ يا سيدي الكريم، لا يوجد حالة ضعف أكثر
من الضعف الذي فرض على قطاع غزة عبر عقدين تقريبا من الحصار الكامل، ورأينا عندما كانت الإرادة موجودة ما كانت النتيجة، كانت طوفان الأقصى الذي هز العالم وليس هز أركان الكيان الصهيوني. الأوهام التي يعني يعيش داخلها النظام العربي الرسمي وحساباته مع أمريكا أو مع الكيان الصهيوني، يجب أن يتم تمزيق هذه الأوهام، لأن طوفان الأقصى أخرج العالم إلى فضاء آخر مختلف ليرى العالم من زاوية أخرى، ليستعيد العالم نظرته الحقيقية للقيم وللإنسانية ولمفاهيم الاحتلال والعدوان. المنظومة العربية، الدول العربية بإمكانها وتستطيع أن تمزق الوهم اللي عاشت داخله خلال 75 سنة أو 77 سنة، ومنعها هذا الوهم من أن تتحرك جدياً لوقف العدوان ولإنهاء الاحتلال وإلى الأبد. نعم، تستطيع الدول العربية أن تفعل ذلك. المقاومة اليوم، المقاومة في فلسطين وكل أشكال المقاومة داخل فلسطين أو خارج فلسطين، هي ثروة للأمة العربية وللدول العربية وللنظام العربي الرسمي، هي ركيزة أساسية لحماية الأمة العربية ولحماية أمنها القومي. لابد أن تستعيد القمة العربية خطابها الذي يؤيد الحق في المقاومة والذي يرفض تجريم المقاومة، والذي بنفس الدرجة يضغط كما قلنا على الكيان الصهيوني وعلى الإدارة الأمريكية. ما الذي يمنع الدول العربية من أن تتدفق المساعدات إلى قطاع غزة بشكلها الإنساني؟ هل الأونروا أولى من الدول العربية وأكثر قدرة على ذلك من الدول العربية؟ حتى الأطراف الدولية التي تتدخل والتي تتحدث عن المساعدات، لماذا الدول العربية لا تستطيع أن تقوم ذلك؟ أنا أقول لك أنها تستطيع، لكنها تحتاج إلى الإرادة. اليوم العنصر الأساسي الذي يمكن أن نبحث عنه وننتظره من هذه القمة العربية العادية في الشأن الفلسطيني أن تمتلك الإرادة لوقف العدوان ولحماية الشعب الفلسطيني وللحصول على الحد الأدنى من حقوقه في هذه المرحلة. من اسطنبول عبر سكايب كان معنا عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني الأستاذ بشار شلبي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في نشرة الأخبار.